السالفة مطولة شنها أمومة اليوم ويومين، لا الشغلة صارت من الصوبين، من صوب الخضراء الصدريين وبعض التشارنة، ومن صوب الكرادة الإطاريين وبعض الفصائل، وصايرة هذا ينزل بيان وهذاك ينزل بصمة، والشارع والفيس والواتساب محترق، ما تعرف شكو. بس لحد هسه ما نعرف السيسي من الأخوان. الأكشن بدأ الصبح اليوم، بس راح نحكي عن أكشن الظهر. الجماعة كملوا استعداداتهم، ووزير الصدر طاقهم بتغريدة حرق المحافظات. الربع اجتمعوا بساحة الطابقين وبشارع الوزراء وطبوا على الجسر المعلق، طقوا الحاجز الأول. وزير الصدر طاقهم بتغريدة المحافظات بكل المغرب. رجع قيس الخزعلي ببصمة صوت رجعهم، ورجع صالح محمد العراقي شكر الربع ورجعهم. مو أكشن، تقول لعبة جارة الحبل. الأكشن مال الصبح اللي ذكرنا بالخبر الأول اتلخص ببيان مال الحج العامري، واللي مختصر يقول عليكم الحسين يا إطار ويا تيار، اقعدوا خلونا نحلها، خطية يقسم يريد يحلها. وإحنا نباوع على الفيس طق وزير الصدر بتغريدة وشروط قاسية على أبو حسن. أولها الانسحاب من الإطار وإدارة تسريبات المالكي، بس الثالثة يريد كفيل. أدري يا وزير الصدر قبل الحج يريد سلفة. دائما العقال من تصير طلابة تقعد وتحلها، لو بالتراضي لو بالفصل لو جوا الفراش. بطلابتنا العشاير هم من قسمة، شي ويا المعتصمين وشي ويا الإطار وشي صعدت عتل، يمكن تنتظر الغنايم. زين إذا هذا الوضع هيج، وين تعتقدون نسوي الفصل وش قد ناخد؟ لأنه الفصل مال قتل العراقي غالي هواي، ومهينا نخليه جوا الفراش. بس العطوة شرقية غربية. إيه صدق أوقف يا الزمن، أخيرا صورة صفاء السراي تتعلق بمجلس النواب، والتشارنة موجودين حالهم حال البقية. وبصراحة صدق الشعب بمجلس النواب قاعد، والساسة خارج القاعة يتظاهرون على الشعب أول تالي. زعموا نشوف العراق اللي يريده كلنا، عمي قابلين باللي أخذته، بس راجعونا العراق وروحوا بفلوسكم. وهذا صار وهذا الدار.